هذا كلها يعني تستخدم في المساعدات. الصاروخ الذي لا ينام. هذه هذا الخيم، خيم الناجحين هذا. شاهدنا حجم الأضرار التي استهدفت البنية التحتية، الهنجر الخاص بالمساعدات الإغاثية. شكرنا لكل المستثمرين وكل التجار الذين أبدوا استعدادهم لاستمرار العمل عبر ميناء المخا، وهذا يعطينا حافز قوي. كما إن لا ننسى الشكر لأبناء المخا الذي عبروا عن غضبهم واستياءهم مما حدث. نحن طبعا مع المقاومة الوطنية سنعمل إعادة التأهيل. نقول للجميع بأن الميناء بخير، وأن الميناء مستمر في عمله، وأن الموظفين مستمرين أكثر إصرارا على ما كانوا عليه من السابق. فما حصل هو زادنا إصرار. سنعيد بناء ما تم تهديمه، وسنعمل على تطوير الميناء.